حدث في مثل هذا التاريخ 17 مارس أذار في عام 1851، اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض، حيث بلغ قطره 250 كيلومتر. في عام 1901، نشوب معركة الصريف بين الشيخ عبد العزيز الرشيد وأهالي حائل وقبيلة شمر من جهة، وبين الشيخ مبارك الصباح والأمير عبد العزيز بن سعود وغالبية قبائل الجزيرة العربية من جهة أخرى. في عام 1916، إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا. في عام 1931، أعمال شغد ثانية في اليابان قبل يومين من حدوث الانقلاب المخطط له، ولكن مرة أخرى فشل مثيرو الشغب في تحقيق هدفهم. عرفت هذه الأحداث بحادثة مارس. في عام 1943، قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية، وذلك بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية. في عام 1948، فرنسا والمملكة المتحدة ودول البنولوكس يوقعون اتفاقية بروكسل في أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي. في عام 1959، الدلاي لاما 14 يهرب من التبت إلى الهند، وذلك بسبب ملاحقة الصينيين له، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 1966، عودة المركبة الفضائية جيميني 8 التي أقلعت قبل يوم وعلى متنها رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وديفيد سكوت، والتي نجحت في أول إرساء ناجح مع الصاروخ الفضائي أجينا. في عام 1969، انتخاب جولدا مائير رئيسة لوزراء إسرائيل لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء فيها. في عام 2000، شركة فورد تشتري علامة لاند روفر من شركة بي ام دبليو للسيارات. في عام 2003، وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه، ذلك بسبب رفضه الحرب على العراق. في عام 2011، مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية. في عام 2014، بعد تمرير الاستفتاء الانفصال، جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي. عام 2015، حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بأغلبية المقاعد في الكنيست، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 2017، ملك المغرب محمد السادس يعين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة المغربية خلفا لعبد الإله بن كيران.